معانا ام محمود، تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ فضل ونعمه والحمد لله. الله يخليك. دلوقتي بس انا ليا سؤال بس عند حضرتك. اتفضلي. دلوقتي انا كنت تعبانه وكنت نادره ان انا اعمل حاجه، مش نادره، قلت ان شاء الله لما ربنا يقوم بالسلامه وبنتي تنجح ان شاء الله هعمل وجبات اصلحها لله. طيب تمام؟ يعني ما قلتيش انا طيب اسمعي، ينفع ان انا اجلها مثلا تبقى وجبات افطار صايم واللي انا قلت عليه؟ طيب بصي يا ام محمود، اتفضل. انت هل قلتي لله عليا لو حصل كده ان انا اعمل كده؟ لا انا ما قلتش كده. طيب اسمعيني، طيب ما انا هو قلتي نادر عليا اعمل كده. ايه؟ انت قلتي نادر عليا اعمل كده؟ لا قلت ان شاء الله لما انا اقوم بالسلامه. خلاص بدل قلت بدل ما قلتيش العبارتين دول اللي هما بيبقى واضح فيهم فكره النادر، وانت نفسك من جوه ما كانش عندك نادر، انت عايزه تشكري ربنا على النعمه اللي حصلت ليكي. ايوه والبنت. تمام كده بالظبط. خلاص كده. اه ينفع ان انت تاجليها لرمضان عشان تكتري الثواب، وان شاء الله ربنا يبارك لك ان شاء الله.